عالم آل بيت محمد لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأنزل سكينته على رسوله وعلى الذين وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. نكون معكم مع ثلاث الليالي منذ هذه الليلة إلى ليلة الثامنة عشرة مع سيرة العلماء الماضين، رحم الله الماضين وحفظ الباقين. وحديثنا في هذه الليلة حول شخصية من شخصيات فقهاء الطائفة، وهو العالم الجليل ومربي الجيل، آية الله العظمى، الشيخ محمد أمين ابن عبد العزيز ابن زين الدين ابن علي ابن زين الدين ابن علي ابن مكي البصري مولدا والبحراني أصلا، والذي ولد في البصرة سنة 1333 وتوفي في النجف الأشرف سنة 1419 هجرية. سافر جده الأول من عن عمر تقريبا 83 سنة، من سنة 1333 إلى 1419، يعني في حدود 83 سنة. هاجر أبو جده الأول زين الدين بن علي إلى البصرة واستقر هناك، أما جده الأعلى زين الدين بن علي بن مكي فكان من علماء البحرانيين المشهورين في عصره، ولعل منا من يعني من الحاضرين من الأحياء ممن التقى بهذا الشيخ الجليل، لأنه كان يأتي إلى هذه البلدة المرخ في فترات معينة، عندما يأتي ويقيم في البحرين منذ سنوات قديمة عديدة. على كل، ولهذا يعرف في النجف الأشرف بالشيخ محمد زين الدين البحراني. الشيخ محمد زين الدين، الشيخ محمد أمين زين الدين ينتمي إلى المدرسة الأخبارية، لكنه انفتح على المدرسة الأصولية وانتفع من علمائها وفقهائها وكبار أساتذتها. مثلا درس على يد الشيخ محمد حسين الأصفهاني أستاذ المراجع، ودرس على يد الشيخ ضياء العراقي، ضياء الدين العراقي، هذا الفقيه الكبير صاحب شرح التبصرة وغيرها من الكتب، ودرس شيئا على يد المحقق النائيني رحمة الله عليه، ودرس على يد تلامذة المحقق النائيني كالسيد محسن الحكيم رحمة الله عليه، وكالسيد الخوئي رحمة الله عليه، وغيره من العلماء والأقران، كما أنه أيضا تتلمذ على يد
أحد الأساتذة المحسوبين على الأخبارية، ولكنه أيضا استفاد من المدرسة الأصولية، وهو شيخ محمد طاهر الخاقاني. هذا كان أستاذ الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه. على كل حال، درس في تلك الفترة ونال مراتب عليا في العلم والمعرفة، حتى أصبح مرجع تقليد يرجع إليه جمع غفير من أهل البحرين والإحساء والقطيف وسيهات، ربما حتى على مستوى دول الخليج، إلا أن الفئة الغالبة لمقلديهم من أهل البحرين. فعلى كل فأكثر من يقلده كان من أهل البحر، وكان موضع احترام وتقدير من قبل ومن يعرفه، يعني كل من كان يعرف شيخ محمد أمين زين الدين كان يحترمه ويقدره، حتى أن أحد المراجع الفعليين وهو آية الله سيد محمد سعيد الحكيم عنده كتاب، وإن كان هذا الكتاب قليل الصفحات لكنه عظيم الفائدة، عنده كتاب اسمه المدرسة الإخبارية والأصولية، تنتمي إلى فرقة واحدة، لا فرق بينهما. وكان من جملة ما ذكر، يعني مما يؤيد بأن الأخبارية والأصولية فرقة واحدة لا فرق بينهما، وجود الشيخ محمد أمين زين الدين. كان ذلك في ذلك الوقت كان على قيد الحياة في النجف، يقول: وإننا لا نرى فرقا بينه، يعني يقصد بين الشيخ محمد أمين زين الدين وغيره، وإننا لا نرى فرقا بينه وبين سائر العلماء في قدرته على الاستنباط وعلاماته في الاستدلال، في لغة الاستدلال. يقول ما في فرق بينه، رغم أن هذا من المدرسة الأخبارية، إلا عنده استنباط مثل ما يستنبط تستنبط المدرسة الأصولية. طبعا في استنباط الأحكام الشرعية التي تلزم المكلف هناك مدرستان: المدرسة الأصولية، وهي المدرسة يعني الآن المنتشرة في هذه الأزمنة، والتي يعني معظم عموم الشيعة ينتمون إلى المدرسة الأصولية، يعني منذ بدأ تأسيسها على يد مثلا الشيخ المرتضى الأنصاري رضوان الله عليه ومن سبقه اللي هو صاحب الجواهر، ومن تلاهما مثل الآخند الخراساني وتلامذة الآخند الخراساني كالمحقق النائيني وسيد محسن الحكيم وسيد الخوئي والسستاني، وأيضا المراجع الموجودين الآن، يعني أغلب الشيعة ينتمون إلى تقليد فقهاء ينتمون إلى المدرسة الأصولية. والمدرسة الأصولية عندها أربعة عناصر أساسية في استنباط الأحكام: أولا كتاب الله وآياته، ثانيا السنة النبوية يعني المرتبطة بأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وأقواله وسنة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثالثا العقل، ما حكم به العقل حكم به الشرع، رابعا الإجماع، الإجماع
إذا يعني إذا أجمعت طائفة إذا أجمعت الفقهاء أو أجمعت علماء الطائفة على أمر يكشف منه أن هذا هو قول المعصوم في هذا الجانب. فعلى كل حال فعدهم هؤلاء أربعة في استنباط الأحكام الشرعية منذ تلك الفترة وإلى يومك. وهذا يعني أكثر الناس يتوجهون إلى المدرسة الأصولية، ولا فرق بين المدرسة الأصولية والمدرسة الأخبارية، كل حسب تقليده. هاي المدرسة الأولى، المدرسة الثانية المدرسة الأخبارية. المدرسة الأخبارية يمنعون الاجتهاد، يقولون الاجتهاد الفقيه ليس من وظيفته الاجتهاد. الفقيه يتعرف أحكام الشرع من خلال الأخبار الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين. ليس من شأنه الاستنباط ولا الاجتهاد، وإنما أخبار المعصومين الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومين ينقلها إلى الناس. أما الاجتهاد فهو ممنوع غير جائز، بل يرون أن الأمور الأربعة أيضاً يعني أنه لا توجد أمور أربعة في استنباط الأحكام، وإنما فقط مورد واحد. حتى القرآن لابد يعني يقول أنه لا يعرف أسراره وباطنه إلا الإمام المعصوم، فإذا يرجع كل شيء إلى أخبار المعصومين. أما العاق فيقولون أيضا العقل في الأمور الحسية، مثل 2 + 2 = 4. أما الأمور الأخرى فليس للعقل فيه تدخل، خاصة إذا اصطدم العقل مع النقل الوارد عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك تشوف مثلا على ذلك، هذا فقيه يقول كذا وذاك فقيه يقول كذا، فإذا اصطدم الحديث أو اصطدم العقل مع النقل فعندئذ يقدم قول المعصوم. وأما الإجماع أيضا الإجماع عندهم أيضا غير صحيح إلا إذا عرف منه رأي المعصوم، فإذا كل شيء يرجع إلى أخباره. القرآن لابد ترجع به إلى أخبار المعصومين. العاق إذا اصطدم مع النقل لابد ترجع إلى أخبار المعصومين. الإجماع إذا ما يعرف منه رأي المعصوم لا يمكن لابد الرجوع إلى الأخبار. إذن هذا هو الفرق بين المدرسة الأصولية والأخبارية. وطبعا هذه لها امتدادات، بدايات قديمة منذ الشيخ الكليني صاحب الكافي والشيخ الصدوق من لا يحضره الفقيه. هم يعني هم محسوبين على المدرسة الأخبارية إلى القرن التاسع. جاء الشيخ محمد أمين الاسترابادي، الشيخ محمد أمين الاسترابادي هذا عنده كتاب اسمه الفوائد المدنية. هو الرجل توجه إلى المدينة وبقي فترة، وتوجه إلى مكة وبقي فترة، وألف كتابه الفوائد المدنية يرد فيها على المدرسة الأصولية. يقول أنتم أيها الأصوليون، يقول أنتم
عملكم عمل خاطئ، لأنكم في مسيركم هذا أولا تبعدون الناس عن أخبار أهل البيت. إذا قلتم بأن هذا حديث صحيح وذاك حديث ضعيف وذاك حديث معتبر وذاك حديث غير معتبر، ومعنى أنكم تبعدون الناس عن أخبار أهل البيت. يقول إحنا ما عندنا حديث ضعيف في الكتب الأربعة، كلها قطعية الصدور عن أهل البيت، فما عندنا خبر ضعيف. إذا قلتم بأن هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا معتبر وذاك المعتبر، منعاه معناه أبعدتم الناس عن أخبار أهل البيت. أيضا أنه الاجتهاد هذا ليس موجود في المدرسة الإمامية، ما عندنا اجتهاد، وإنما هذا موجود في مدرسة الجمهور، وكذلك القواعد الأصولية. وعند كتاب يعني كان فيه شديد اللهجة على المدرسة الأصولية إلى أن جاء يعني بعد 200 سنة في الشيخ الميرزا محمد الأخباري. أيضا كان بينه وبين كاشف الغطاء يعني كان في شدة وحدة. بعد هذا صار عدد من الفقهاء إلا مثل شيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه، صاحب الحدائق، يعني هذا شيخ يوسف البحراني صاحب الحدائق، حتى المدرسة الأصولية أنها كانت تقول بأنه رجل فقيه وعالم وصاحب موقع علمي، وكتابه الحدائق لا يمكن أن يستغني عنها حتى علماء الأصولية، رغم أنه محسوب على المدرسة الأخبارية، إلا أن الأصوليين أيضا لا يستغنون عن كتاب الحدائق للشيخ يوسف البحراني، يعني إلى هذه الدرجة. في أيام الشيخ يوسف البحراني شوي صار هدوء، يعني حاول الشيخ يوسف أن يزيل هذا التشنج إلى حالة التواصل، فكان يقول صاح الفقيه الأصولي هو فقيه والمحدث الأخباري هو، يعني ما يوجد اختلاف إلا شيء بسيط، يعني شيء يسير على كل حال. فإذا صار شوي هدوء وتوافق، وحاول أن يزيل هذا التشنج الموجود بين المدرستين على كل حال. وإلى يومك هذا الشيخ محمد أمين زين الدين نرجع إليه محسوب على المدرسة الأخبارية، إلا أنه كان يعني استفاد، يعني انفتح على المدرسة الأصولية وتتلمد على يد علمائها، مثل كما الشيخ محمد حسين الأصفهاني هذا من المدرسة الأصولية، الشيخ ضياء الدين العراقي هذا من المدرسة الأصولية، أيضا محقق النائيني الآخوند الخرساني، محقق النائيني السيد محسن الحكيم سيد الخوي، على كل فهو لم محسوب على المدرسة الأصولية، لكن شيخ محمد أمين زين الدين درس على أيدي هؤلاء، حتى قال فيه سيد محمد سعيد الحكيم أننا لا نجد بينه وبين سائر العلماء في قدرته على الاستنباط وفي متابعة أو ممارسته عملية اجتهاد. الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه، هذا الرجل كانت له عدة خصائص، من خصائصه
أولا أنه كان معروفا على درجة عالية من الأخلاق، وطبعا بعثة الأنبياء، الأنبياء بعثوا كما قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما بعثت لأتمم مكارم أخلاق، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. معروف عن الشيخ محمد أمين زين الدين أنه كان رجلا متواضعا، وكان يبتسم. يعني الذين منكم يعني ممكن حتى موجودين في الماتم ممن التقوا به ورأوا أخلاقه، أنه كان إذا جاء صافحه يقوم له احتراما. يعني شوف هذا الرجل يعني في درجة عالية من الأخلاق، حتى ينقل عنه المرحوم الفضلي، يقول هذا كان عنده يأتي إليه طلاب العلم من أجل الموعظة، يعني كان يعظهم. يعني كان الشيخ محمد أمين زين الدين معروف بفصاحته وبلاغته، يعني رجل أديب ورجل شاعر أيضا، وإن كان ترك الشعر في آخر حياته، لكن كان رجل أديب وكان أسلوبه سلس، وكان دائما يعظ طلاب العلم. يقول لما دعا صيت السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، توجه طلبة العلم إلى سيد محمد باقر الصدر، فالسيد الشيخ محمد لما علم بذلك وش ماذا صنع؟ فكان هو بنفسه يحضر الدرس للاستفادة. يعني قد واحد يقول يعني شوف هذا دل على ماذا؟ على تواضعه، رغم أن طلبة العلم كانوا يحضرون مجلسه، توجهوا إلى مجلس السيد الصدر، هو بنفسه كان يذهب معهم. هذا يدل على ماذا؟ على كيف أنه إنسان يربي نفسه. وإلا قد كان ممكن يقول واحد أنا مرجع، يتركوني خلاص أغلق بابي، فكان هو بنفسه يذهب. حتى سئل أيضا عنه السيد الخوئي رحمة الله عليه، فسألوا عن الشيخ محمد أمين زين الدين، ماذا قال الشيخ محمد؟ قال إنه صاحب قلب قاهر، هكذا قال. كان معروف بالتسليم والرضا. وأيضا من خصائص هذا الفقيه العالم المرجع أنه جمع بين القداسة الدينية وبين توجيه الشباب وجيل الشباب، وهذا قل ما تجد. يعني قل ما تجد إنسان عند مستوى من القداسة الدينية، عادة يجلس مع الكبار، مع العباد، مع الزهاد، مع الشيوخ، لكن يكون متوجها بحالة من القداسة الدينية والأخلاق العالية، ويتوجه مع الشباب ويجلس معهم ويخاطبهم بلغتهم ويتحسس آلامهم. هذا يعني ما تجده يعني في رجل كمثل هذا الرجل. وحتى لما كتب كتابه الطليعة إلى الطليعة المؤمنة، عند هذا كتاب، وهذا كتاب كان كتاب راقي فيه إلى الشباب، ينصحهم، يعظهم، يتكلم بلغتهم. وأيضا عند كتاب الإسلام ينابيعه أصوله مناهجه، هذا كتاب أيضا كتاب سلس، كتبه يخاطب فيه الشباب. حتى قال أحد تلامذته: لو أنك كتبت هذا الكتاب بلغة علمية لكان يتبين فيه منزلتك العلمية عند من يقرأ.
اسمع ماذا أجاب شيخ محمد أمين زين الدين. قال لو سنحت لي الفرصة أن أكتب هذا الكتاب مرة ثانية أو لو قدر لي أن أكتب هذا الكتاب مرة ثانية ما كتبته إلا بنفس الطريقة. يقول لي أنا ما أريد وش أنا استعرض عضلاتي إلا أنا أكتب كتاب ما يفهمه إلا صاحبه. لا لا أنا أريد أكتبه إلى هؤلاء الشباب الذين ربما يعيشون الانهزامية أو يعيش من الأفكار الغربية حتى يتفاعلون معه هذا الكتاب. وعنده أيضا كتاب العفاف بين السلب والإيجاب فيه نصيحة للفتاة المسلمة بالحجاب وأن الحجاب خير لها مما يدعو إليه العلمانيون والبحثيون وغيره. وأما رسالته العملية وهي كلمة التقوى فقد أخذ عنوانها من قوله تعالى الذي افتتحت بها الآية التي افتتحت بها صدر الحديث فأنزل سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فجعل هذا العنوان رسالة عملية كلمة التقوى. وهذا كلمة التقوى فيه أيضا خصائص من خصائصه أول فيما نعلم أنه من أكبر الكتب الفقهية المفصلة لفقيه من فقهاء الطائفة. يعني عندنا مثلا كتاب منهاج الصالحين في أيام السيد محسن الحكيم كان جزءا في أيام السيد الخوئي كان جزئين الآن صاروا ثلاثة. يعني كثير ممن كتبوا في منهاج الصالحين ثلاثة لكن شيخ محمد أمين زين الدين حينما كتب رسالته العملية كلمة التقوى عشرة أجزاء عشرة أجزاء هذا فيها نفع كبير خاصة لطالب العلم طالب العلم ولا ما يقلد شيخ محمد أمين زين الدين لكن لما يرجع إلى هذه الرسالة كلمة التقوى يجد فيها فروع يعيش جوا وفقهيا. يعني أنت ربما تبحث عن مسألة في الفقه لا تجدها في كتاب لكن لما تبحث عنها في كلمة التقوى تجد تفريعات وتفريعات. شوف هذه كلمة التقوى وهذا يدلك على ماذا سعة الفقه عند هذا الرجل رغم أنه محسوب على المدرسة الأخبارية لكن عند سعة في الفقه. صلوا على محمد وعلى محمد محمد ثانية صلى على محمد ثالث وإلى غير ذلك من خصائص هذه الرسالة العملية التي هي أضعاف عن باقي رسالات العملية للفقهاء. وكان الشيخ محمد أمين زين الدين رحمة الله عليه يستغل أيام الإجازات فيواصل مقلديه والتابعين له. مثلا كان يأتي إلى البحرين ويمكث يمكن أربعة شهور أكثر حتى أنه جل إلى قرية المرخ. يمكن أنا أدركته وعمري يمكن ثلاث سنوات أربع سنوات رأيته في المسجد. فعلى كل حال يعني كان يأتي إلى البحرين إلى نهاية لا بداية السبعينات. طبعا هذا شيء عظيم
أن الفقيه بالنسبة للمرجع الفقيه أنه يأتي إلى بلد معين أيضا ليواصل أتباعه. ربما هذه لا تتسنى لكل مرجع، يعني ربما بعض المراجع لا يمكن لهم أن ينتقلوا من بلد آخر إما لقضايا سياسية مثلا، خاصة إذا كان التحسس، يقول أنت مرتبط بالخارج لأنك مرتبط بمرجعية خارج البلد وهكذا. فعلى كل حال نعم كان، يعني كان على كل حال فجزاء الله خيره والجزاء على ما قدم وما ألف من، وأيضا تتلمذ على يديه مجموعة من العلماء حتى من علماء البحرين، يعني مثل الشيخ آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، وأيضا السيد جواد، الشيخ عبد الحسين الستري، والشيخ عبد الأمير الجمري، هؤلاء تتلمذوا على يديه، فإذا هو أستاذ ومربي. وأيضا ألف كتب فجزاه الله خيرها خيرا والجزاء على ما قدم. وأعظم ما يقدم الإنسان هو أن يقدمه لدينه، ولم لا والنبي صلى الله عليه وآله قام يدور في اتجاه هذا الدين، في اتجاه العقيدة، في اتجاه الشرع، حتى قال ما أودي نبي مثل ما أوديت. من أجل ماذا؟ من أجل نشر هذه نشر هذا الدين، نشر هذه الشريعة. وقد مضى على دربه الإمام الحسين سلام الله عليه، الذي ضحى بكل غالي ونفيس، أعطى الذي ملكت يداه يمينه حتى الجنين فداه، كل جنين قدم كل أهل بيته، حتى هذا الجنين الذي لم يبلغ دور الفطام قدمه في سبيل الله عز وجل. حينما جاء إلى القوم قال يا قوم قتلتم أهل بيتي ولم يبق إلا هذا الطفل الرضيع، فإنه لم يأتي بجناية ولم يدري ما الغاية. فافترق القوم، فرقة تقول اسقوه وفرقة تقول لا تسقوه، وفرقة تقول إذا كان ذنب الكبار فما ذنب الصغار، وفرقة تقول لا تبق لأهل هذا البيت من باقي. فالتفت عمر بن سعد لعنة الله عليه إلى حرملة، قال يا حرملة فك نزاع القوم. قال وماذا أصنع وأسقي الرضيع؟ قال ويحك، أما تنظر إلى عنقه كأنه أبريق فضة؟ يقول عدو الله فسددت سهمي في كبد قوسي وبقيت أفكر أين أرمي الرضيع، لأنه كان مبرقع ببرقع هبت الريح، أماطت البرقع عن عنق الرضيع فبان لي عنقه كأنه أبريق فضة. ماذا صنعت؟ يقول عدو الله فذبحته من الوريد إلى الوريد. وضع الحسين يده في منحر الطب وامتلأ دما عبيطا رمى به نحو السماء قائلا اللهم لا يكون عليك هوى من فصل ناقة صالح. رجع به إلى المخيم، استقبلته ابنته سكينة، قالت أبا حسين هل سقيت أخي الماء وجئتنا بفاضل؟ قال كلا بني خذي أخاك مذبوحا من الوريد إلى الوريد. آخ آخ نادت بو يسكت خيي وجيتني فاضل الماء، بالعجل برد غليلي من الظما ذايب حشا.
خان بدهري شبيد على الذي روض ما جذب حسرة وحط أخوها بين يديها ومدد صاحت اش صاير بخيت مدد فوق الثرى قال انا لا تنشديني وشوفي بحال اشجرة صدت لنا مفارق ولو داج مهبرة صرخت نادت يا خويا اشهد ذنب منك سدى صغير ونحلت جسمي بونتك والقلب ذا وسفى يمذلل يضل معفور خدك على ترى للرضيع بعجل قومي وافرشي ليا ربا دايب من الشمس خدة وساد جيبا والسدة لكن طلعت أم من المصيبة تصرخ بحال فضي طفل ومخضب بدمك يا عبد الله الرضي رتك التالي زماني لا أضل حرمة وضي كان لي الصير سلوى لتروحي لك فدا أخ أعطى الذي ملكت يداه حتى الجنين فداه كل جنيني يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلهي نسألك ونقسم عليك بأعز الخلق وأكرمهم عليك محمد وآله. إلهي اقضي حوائجنا شافي مرضانا أيد علماءنا آمنا في أوطاننا لا سيما جميع أوطان المسلمين. اللهم احفظ شيعة علي بن أبي طالب في كل مكان. اللهم انصرنا على الدواعش والنواصب والتكفيرين والبعثيين. اللهم ارحم علماءنا الماضين شيخ محمد أمين زين الدين والسيد الخوي والسيد الخميني وبقية المراجع ورحم الله من قرأ سورة الفاتحة وأهدى ثوابها إلى موت الحاضرين وإلى أرواح الشهداء الفاتحة. وافلح من يصلي على محمد وآل محمد.